استعمال الماء أو الحجارة في الطهارة من الخارج من السبيلين. نعم، تطهير المكان. شنتبيت كتتكم بغالا لشنتبيت متداجان بصوفت بدينجا وين بغالا نجر متداجان. استعمال الماء واضح سهل. بغاستنجا قلتنا نجر ميه. استعمال المناديل. بطل بطداج ما بس. أو الحجارة. وبدينجا. أو الأخشاب. وبنجات. أو الخرق. وبكداج. يشترط فيها أمور. يهون نجوت مسكت الدرجة. أن تكون طاهرة لا نجسة. وألا تكون محترمة، يعني لا يمكن أن يتطهر بالمصاحف بكتب العلم بالجرائد، لأن الجرائد عندنا المكتوبة باللغة العربية لابد أن يكون فيها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يوانا يدين متحف قرآن يتطافبت ويم جازيتا فجازيتا من التكما يجبان أجازيتا لي الله سمم يتطافبت بزكزي كستا. ولا يمكن أن أستعمل طعام الإنس أو طعام الجن أو طعام دواب الإنس أو طعام دواب الجن. يا سو مقواتش اللي تتكما يقبام يا انساسا مقواتش اللي تتكما يقبام. لابد من ثلاثة أحجار، من ثلاثة أحجار صوص دينجال تتكما يقبام أو ثلاثة مناديل وهي صوص كداد وجه. لأن لو أخذ هذا مثلا المنديل أو البلاستيك بسح في هذه المرأة من هنا، لو يمسح المرة الثانية استعمل شيء نجس. عندك يا بتاني بس عند زين دكانا بدل قشاش وزون دكانا تزور بيا بعد بس بس اللي يقول بتجيب. إلا أن يكون الحجر كبير. تلك ثابنا بس. يعني يمسح مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا يصح. تلك كان يا زوازار يا بس بس كذا. أقل المساحات ثلاثة، أقل شيء ثلاثة أحجار ثلاثة مناديل. أنا استنيو صوتك الداج ما بس هدبت. حتى يطهر المحل. نتوه استنيو عند راس يا يوطاو شنتو سقرا. كيف نعرف أن المحل طهر؟ ما تداداتو ما طهراتو بغلنا قدان. بأن يرجع المنديل ليس فيه أثر لا بول ولا غائط. يا بس بس انت ركس يا يو نتوه نصيب بس يا يو. إذا رجع المنديل والحجر فيه أثر بول أو غائط لابد يزيد. يا بسبتنا عبدو سوسيو ويشنت ويا سقر عملكت كالو جنال تطهران يكمر حتى ينقطع. استني قارط جرس. انقطع بخمسة أحجار. ذا أمس تجينجا. انقطع الآن على وتر. انقطع بستة أحجار يستحب له أن يزيد السابع استحبابا حتى يقطع على عدد فردي وتري. بس دستو قطع دالت سدست لي ما قوم يلبتهم سبع تنيا يجمر بوتر نجابس. لا يمس ذكر بيمينه. باك أن يجو ذكر لنكا يكبر. الأفضل الأولى أن يخفف أثر النجاسة قبل أن يستعمل اليد، لأن النجاسة الآن يحرم، لا يمكن أن تمس النجاسة بيدك إلا عند الضرورة هنا، فيمكن أن تخفف أثر النجاسة بهذا الرشاش بالماء أو باستعمال المناديل قبل أن تستعمل الماء، قبل أن تمس النجاسة بيدك. نعم. بجي نجاسة كمان كاتو بستفيد كتشالة قوشاشاون مجمّيا ما سوكد عدبت بتشالة إيهين تبتعيو قاطون اندينكو. اتقوا الله. الله عفو. علموا الناس. سونا استمروا. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخراء. يا الله ملاك تنيا استمرونا للصحاب الجليل رضي الله عنه اندي تارغنش انتبيت قواندا من التكام.